يشوف هذا الحرف ويشتري من فارفتش يعرف شنو معنى السعادة لما يوصل هذا البوكس. طبعا طالب طلبية وايد حلوة من فارفتش بمناسبة الخصم اللي سووه، بوريكم بعض القطع اللي أنا طلبتها. شوية على صوب خلينا نستمتع وإحنا نبطل البوكسات لو سمحتي. لو سمحتي يا بسبس. أوكي الله، هذه أول قطعة من أوف وايت. طبعا كل البراندات اللي موجودة فارفتش أصلية 100%، يعني وتشوفون أنا كثر أنا البلوفر اللي لابسه اليوم طالبة من فارفتش. خلينا نشوف مع بعض البوكس شنو فيه. عجيبة طبعا، هذه هاي نك اللبسة تبين أكثر بس عجيبة من وراء كذي صغير قوية صح. هذه حق منو؟ بولو بس بس والله ناسي إنه ما أخذ لك. هذا حقك مع بس بس. فارفتش هم عندهم اشياء حق الكلاب عسكم الله، والقطع يعني البراندات تسويها ومو وايد غاليه، فخذيتها حق بسبوس. هذه البراند هبه السنه، وايد ناس هبه فيه، خذيت منه الرمادي. لوفر نيو كولكشن من اوف وايت، تخيلوا انهم مسوين عليه سيل، فمنتجات فارفتش كلها اصليه يوصل لجميع الدول، وغير كذي وايد سهل يعني ما في شيء صعب. والشيء الحلو بعد انه يوصل باقل من اسبوع، يعني انا طلبته من فتره وانا كنت مسافر وصل لي، فوايد الموضوع سهل ولحقوا على الخصومات لانه فتره وتخلص، يعني اعتقد كم يوم بيخلص كل الخصومات. سوايب اب سحبوا الشاشه عشان يطلع لكم الابلكيشن، نزلوه واستمتعوا. أكثر سؤال عقيم، أصلي ولا مو أصلي؟ أصلي عن تجربة، لأن أنا أشتري منهم وأنا قبل ما أعلن عن هذا الأبليكيشن أستخدمه، ويعني بالنسبة لي يعني رقم واحد في الأبليكيشنات اللي يبيعون البراندات بالنسبة لي أنا، لأن أي يعني يوميا ينزلون 100 قطعة جديدة يوميا فوق 100 بعد. فكل السيزونات كل الاشياء الليمتد اديشن، والشيء الحلو اللي فيهم ان على كثر ما تشترون على كثر ما تصيرون الفي اي بي عندهم. شلون الفي اي بي؟ ان اي قطعه حصريه تنزل بس عند الفي اي بي، ان ترى هذه القطعه حصريه لكم انتم الفي اي بي اللي تشترون وايد من فارفتش، وهذه تصير معي دائما. دي جت بوقتها ليش؟ شوفوا طبعا هذه بعد مسوين عليها سيل، شنطة ظهر اوف وايت وايد حلوة. يحطون لكم هذه عشان اذا بترجعونها ترجعون لهم اياها، او ان تشيلونها اذا بتستخدمونها خلاص. شوفوا هاي كبيرة، هاي بوس بوس، هاي بوس بوسي. بس أبي اسمه يتوسوس، شنو يسوي بسبوس؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.